استقبل مطار بن غوريون قرب تل أبيب أول رحلة ركاب إماراتية بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين. وقالت متحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية إن رحلة الاتحاد للطيران القادمة من أبوظبي هبطت في المطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعلى متنها أفراد الطاقم فقط، مضيفة أن الطائرة أقلت متخصصين إسرائيليين في مجال السياحة في رحلة إلى الإمارات تستمر يومين.